السلام عليكم. سألتونا كتير في البيت، ليه يا دكتور انت مهتم بالكيتو دايت والوصفات بتاعت الكيتو دايت؟ قبل ما اقول لك انا ليه مهتم بالكيتو دايت، حابب اقول للناس كلهم شابو للناس اللي خست في اول 15 يوم في رمضان. هناخده فاصل وهنرجع نقول لكم ليه اهتمامي بالكيتو دايت. اهتمامي بالكيتو دايت لان اصلا الكيتو دايتس لو انت تعرف شروطه كويس مفهوش فري، فلما يجي يطلع فري بياخد فري من الوصفات اللي انا بعملها لكم على البيج. للعلم لو انت عايز تفشل الكيتو دايتس بتاعك، اعمل كل يوم وصفات وتدقني، ولو خسيت مش هتخس. لازم الوصفات تتاخد بحساب، ولازم الوصفات تتاخد كل يوم واحد في الاسبوع مش كل يوم. لو انا قلت غصب عني كل يوم فانا قلتها كده، لكن هي اصلا كل مره في الاسبوع وصفه بعد الميزان. من ضمن شروط الكيتو دايت انك انت تلتزم بكميه الكارب، تلتزم بكميه البروتين، وترفع في كميه الدهون، وكميه الدهون تحدد بعد ما بتعرف كميه البروتين المناسبه لجسمك. كنت انا قلت فيديوهات على الكميه المناسبه للبروتين اللي محتاجها الجسم من غير رياضه. نتكلم اللو كارب دايت بعد مرور 3 اسابيع ممكن يطلع فري وان شيت ميل وبيصوم عليها 20 ساعه. فهمتوا بقى ليه انا بهتم بالكيتو دايتس؟ ليه؟ لانه من حقهم يتنفسوا، ويوم ما يتنفسوا يبقى يتنفسوا من جوه المنهج. بلس ان انا بعمل لكم وصفات لللو كارب دايت، وبنصح بالناس كلها انها تمشي لو كارب دايت لحد 100 جرام، لحد 70 جرام كربوهيدرات، بحيث ان هم يقدروا ياخدوا الكاربس بتاعتهم او الكربوهيدرات بتاعتهم من الطبيعه. بالمناسبه لا رز ولا عيش ولا مكرونه، دول مش موجودين في اللو كارب خالص. وحط عليهم العصاير وحط عليهم السكريات، يبقى اذا برامج اللو كارب دايت بيبقى ما فيهاش لا رز ولا عيش ولا نشويات ولا سكريات ولا عصاير. ليه يا دكتور؟ لانها اسمها لو كارب، واذا ذكر الكارب لازم تعرف ان هو مصدر من مصادر الطاقه اللي ربنا خلقهم من الماكرو نيوترينتس اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون. فهو لو كارب يعني لو انسلين يعني هاي بيرن. ايه هو الهاي بيرن يا دكتور؟ اللي هو الحرق العالي. ايه هو يا دكتور؟ لما انت تاكل طعام منخفض الكربوهيدرات، بالتالي هرمون الانسولين اللي هيطلع من البنكرياس، اللي انا اتكلمت الحلقه اللي اتكلمت فيها مع الدبدوب، فاكرين الدبدوب؟ خلاص هشيل الدبدوب ده يا حبيبي. فاكرين الدبدوب اللي اتكلمت عليه وقلت عنده انسولين ريزيستنس ومقاومه انسولين وكرشه الكبير ده؟ بياكل هاي كارب، بياكل رز كتير، بياكل مكرونه كتير، بياكل سكريات كتير، بياكل نشويات كتير، فبالتالي هاي انسولين، فالانسولين بيبدا يعلى كتير جدا. في وظيفه الانسولين في توزيع وانتاج الطاقه اللازمه للمعلم ده، بس هي عدت اللزوم بتاعته، فبيبدا يخزنها في صوره ايه؟ دهون زي ما انتم شايفينها في منطقه البطن. بغض النظر عن الدبدوب اللي حكايه الكرش اللي انا بحكي لكم عليها وكيف تكون الكرش، انا طالع النهارده اقول لكم انا ليه بهتم بالصفحه بالكيتو. عشان خاطر الكيتو دايتس دوت نظام صارم ما فيهوش فري، فيوم ما يجي يفك يبقى يفك بواحده ام علي كيتو، يفك بواحده كنافه كيتو. لكن انت عايز تفك في اللو كارب، ارفع نسبه الكربوهيدرات وصوم عليها بدل 16 20 ساعه. خلاص انتهى الكلام. بعد اذنك بقى على جنب كده يا معلم. خلاص بعد كده بتصوم، بعدها بتصوم يومين ورا بعض 16 في 20 ساعة، خلاص بتعاود حالة الحرق. انما انت في الكيتو لو انت واخد سعراتك من الدهون كويس جدا وكمية البروتين بتاعتك، وخلت حاجة حلوة او كلت حاجة نشوية تعديت جرامات الكاربس بتاعتك، فانت هتتخن تاني يوم على الميزان. تمام؟ بلس ان اللو كارب برضه نفس الكلام، تاني يوم هيتخن. فانت بعد الفري في اللو كارب ارجوك 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 ما توزنش على الميزان. ليه يا دكتور؟ لانك انت هيسمع معاك الميزان على طول بكيلو واتنين كيلو، وتصاب بحاله من حاله الاحباط. اصبر 3 4 ايام عشان وزنك يعاود على الحاله اللي انت كنت سايبه عليها، وسيب نفسك كمان 3 ايام عشان حرقك ايه؟ يشتغل وتنزل اللي زدته وفوقيه بوسه. يا رب تكون الحلقه مفيده. ونسيب اخ بحلق ده، ها هيعمل دايت، وقلت له اعمل دايت من اول امبارح بس هو مش عايز يسمع الكلام، عمال من ساعتها قاعد عندي عمال ياكل. عايزين بقى يا جماعه نمشي نتجه اتجاهات لو كربوهيدراتيه عشان الانسولين يبقى مستقر، وعشان يبقى الهرمونات المضاده للانسولين اللي هو الجلوكوجين يطلع يحرق الدهون. ما تنسوش يا جماعه بقى كده على جنب كده بحلق، خلاص ما تنسوش يا جماعه ان احنا في شهر رمضان الكريم، شهر ربنا سبحانه وتعالى
فرض علينا الصيام عشان نصح، فياريت كل واحد يلتزم بالصيام عشان يعني يرفع من جهاز المناعة، فما يبدأش يومه بسكريات وحلويات اللو كارب دايت. ما بيقولكش افطر بلبن ولا تمر، لكن ممكن تاخد اللبن والتمر وبكمية صغيرة بعد الفطار. ما ينفعش تستفز الهرمون اللي بيزود الوزن اللي هو الأنسولين. للعلم كل مشاهد عنده سمنة أو كل من واحد عنده بيعاني من السمنة، مقاومة الأنسولين درجات تختلف من أحمد عبد البالي للرحاب لبدر لفلان الفلاني العلاني العلاني، فالمقاومة دي درجات. من المتحكم في هذه المقاومة هو طريقة أكلك. ابدأ يومك كده، جرب ابدأ يومك بحاجة سكرية وشوف هتجوع ازاي بقية اليوم، وجرب وابدأ بطبق سلطة وخضار وبروتين وشوف تأثير الجوع على مدار اليوم هيبقى عامل ازاي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشيرها، لو انت على قناة اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب. بأمانة احنا بنقدم لكم في البيج اقوى المعلومات عشان نفيدكم، لان دايما بقول ان السمنة هو يعني اياك تخرج من بره كوميونتي السمنة، مجتمع السمنة ده اياك تخرج منه، ودي نصيحتي لاي حد كان بيعاني من السمنة وخف من اعراضها لكن المرض موجود، اياك ان تخرج بره مجتمع السمنة. كان معكم دكتور احمد عبد الباري، دراسات عليا التغذية جامعة اسكندرية. شجع تتشجع، والسلام عليكم ورحمة الله.